السلام عليكم. سيعرض برنامج مداولة لهذه الحلقة قضية من قضايا مدونة الأسرة، قضايا زواج القاصر. ما هي خلفيات هذه القضية؟ لنتابع. صباح الخير دكتورة. صباح الخير سيدي، ما كاين باس؟ لا والو باس مدام، غير هاد الطفلة بنتي سعدية بغيناك الله يجازيك بخير دوزي لنا عليها وتعطيها شي شهادة طبية بلي هاد الطفلة قادة على الجوج. قلتيها السعدية؟ اسمح لي سيدي يمكن لك تسنى شوية على بعض. شكرا. شحال في عمرك السعدية؟ في عمري 15 عام. باغية تزوجي؟ إيه، بويا اللي يعرف. أنت اللي خصك تعرفي. مش عارفة الزواج أشنو هو؟ إيه، الزواج هو السترة. وهذا الراجل اللي بغيتي تزوجي؟ سيق الدور؟ مالو؟ شحال في عمرو؟ كبار مني، في عمرو 56 عام. أنت باغية تزوجي راجل كبر منك وأنت عندك 15 عام؟ شنو عرفتي في الدنيا؟ الراجل ما يعيبو إلا جيبو، وسق الدور لاباس عليه. قال لي غادي نخنتك ونتهلا فيك ونتهلا في والديك وخوتك ويشري لي دار ونزيدك، غيكتب لبويا جوج خدامة ديال الأرض في سميتو. وقت الضحك قلت شي حاجة تضحك؟ لا. فكرتيني في واحد القصة كانت وقعت ليا ملي كانت عندي 15 عام. حتى أنا دارنا كانوا بغاو يزوجوني بواحد الراجل كبر مني وأنا كان عاجبني الحال. وتزوجتي بيه؟ لا، القاضي كان بين الناس وشاف فيا بحال بنتو، واللي كان سبب حتى ما تزوجتوش. قاضي؟ بغيتي تعرفي؟ ايه. تصنتي ليا. كانت عندي 15 عام، هاكا العربي هالما ها هو خويا هالما، وراعي وليا شوية راني عييت. واه هاد الخطرة اللي ضرك العطش سير جيبو راسك. واش اخويا انا ما كنبقاش فيك؟ ما حيلتي الشقة، ما حيلتي التمارة، ما حيلتي الصابون، ما حيلتي الطياب. واه واش انا حمار طاحون انا؟ ما عرفتيش اش جايب لك انا؟ جايب لك داكشي اللي قالوا الوالدين بكري. شفت الوالدين ما كتخيبش، ولا قعدت الله سبحانه الا ويستر هاد الامور اللي شتات تشوفها يحن علينا الله. ديري ضربي الفوق ده. وبنتي راه ساره كتلعب من صغيوراتها مع الدراري الصغار، عوض ما تجي تعاونني على تمر اللي كنضرب راه ما كاين اللي مصرع عليا قدك. ما كيتنقات لك تمر، عرفتي اش غديري؟ شوفي سرحي عينك الفوق، ما بقاش شوفي على تحت، شوفي الفوق فوق 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 فوق، سرحي عينك. ما تعيقيش، عرفتي عرفن عرفن. ها شتي؟ شفت سي مراد راه واقف تما، اش بغيت تشوف؟ مالي انا اش قلت لك؟ شكون اللي كاين؟ راه مراد. فين عمر مراد؟ برك في الشرجم وبطول الشوفه. انا راه هذا الملف ديال مراد مع الدرقه بنتي راني متبعو شحال هادي. انا راه كيبان لي كاع، بغيت نقول لك صغيرتي ولكن ما بغيناش نسرو. انا كيبان لي قصدي مراد عاجبه الدرقه بنتنا. ويلي واش انت شويه لاباس؟ واش طايح على راسك؟ سي مراد ما كاع خطاو عليه العيالات، غتبقى ليها بنتنا اللي لاصقه في الارض. هو تبارك الله عنده 45 عام. ودي الحمد لله راك والده الزين، والده الزين. والزين؟ واش انت شويه لاباس؟ يقول شي هضره اللي هي منطقيه. واش سي مراد ما بان ليها بنتنا؟ ودي قولي الله يربح، ودي كاع تخيلي كاع كون جاب الله ويستر سيدي ربي وهذا الحلم تحقق، وليت انا وياك نساب سي مراد. ويلي على الكبيره غتزيدي تكباري وغتزيدي تيسعي. انا غادي صغار راه ما تحلم. بقيت مقابله ريحه الشياط، بقينا بلا غدا. ويلي 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 فين عمر؟ انا طيابك الزين خلي عايل بحال بنيت. لا حبيبه فقتي وفين غادا كتشري مالك؟ يا ويلي راني خليت البوطه فوق الطنجره. اييه لا بغيت نقول لك الطنجره فوق البوطه. فقتي؟ لا مازال. مشيت لك الفطور؟ لا اختي ما باغا ناكل حتى حاجه هاد الصباح. شوفي شي قهوه من يديك يا لي ما تعاود. يلا بلاتي. خويا مراد خرج ولا باقي؟ اكل حبيبه انا هنا اجي عندك. ف...
التفاح باقي ما طابش، في نظري الا خليتيه ينضج غادي يكون مزيان. شنو دابا وليتي تفهمي حتى في التفاح؟ كنفهم في التفاح، في الليمون، في الهنديه. انت ما عارفش اختك تفهمها طايره في السماء. ما كاينش اللي عارفك في الدنيا قد يا اختي حبيبه. لكن اش دار لك فيها؟ باقا صغيره. واش دابا انا بنتك دايره عكاز؟ انا ما قلتش لك راك دايره عكاز، الفرق ديال السن اللي بينك وبينه هو اللي كبير. يا حبيبي الله يهديك، شي الفلوس كدير الطريق في البحر. خويا مراد انا قلت لك رايي، وانت دير اللي بغيتي. حبيبي راه ما كاين ما نخبي عليك، الدنيا عاجباني، راني ناوي نتوكل على الله. نصيحة لوجه الله، إذا كنتي غتوكل على الله دخل من الباب. واش كتعرفي عليا؟ معقول ما عنديش مع التخربيق؟ شوفي تبارك الله شحال وزعنا. مراد تبت شوية وعرف راسك شكون أنت وشكون هي. هي راه غير بنت الخدامة وبنت الشيفور. لا لا، كنا ولاد 9 أشهر والزواج طلب وقبول وتكافؤ، ما تنساش. المهم خمم قبل ما تندم. 30 عام ديال الفرق بينك وبينها، شوف القدام، شوف نهار دير هي 30 عام تا كي غادي تولي. صافي صافي معولك، تشجعيني غادي تقول لي هاد الهضره. صافي الله يرحم باك، راني خممت مزيان وعرفت شنو غندير. سوقك هذاك خويا، انا غير قلت اللي عليا انا قلته لك. 50 عام 60 عام انا ودي سي جلول حات. الله يخلف عليك، حل معايا عقلك. هان هان حتى دابا اللي درنا 94 و 98، هادوك الميطن غادي يدخلوا في الارض، والا ما دخلوش من وينك اصواعي نحيدو ونعطيهم لك. غس العربي. شنو غس العربي؟ هوك الخو خداوي كون داوى راسو، وانت دابا كاع من فيك هاد الجهد كامل كله لعبهم انت سيد. انت من بالك الخو حتى دابا حنا واقفين معاك لله في سبيل الله، وليتي الخوك كان يداوي. نقول لك انا عفا عليا الله من هادشي، انا ساليت من هادشي، انا راه مطراسي التيران ديالي، عارفو فين مطراسي زهري، انا عارفو فين كاين. فين كاين اخويا زهر كاس العربي؟ انت اش بينك وبين زهري اخويا؟ اش بغيتي بيه؟ اش طلا زهرك وزهري انا؟ اش بينك وبين؟ ماك فزعت السي العربي. واش قربنا للزهر؟ ما كاس العربي فزعي، مالك مالك؟ ابرك الارض وتبت وشويه راه بغيت نهضر معاك. هانا شوف السي العربي. اسي راك ما رديتيش عليا في خصوص. فاش غنرد عليك؟ خصوص الدريه بنتك الولدي المهدي. ولدي المهدي الله يرضي عليه راه جاي من الخارج، وحنا دابا راك تسناو الجواب ديالك. تصنت لك شتي لك انا الدريه بنتي اللي كيسو من جهتها باغا تكمل قرايتها، هي باغا تولي طبيبه ان شاء الله الرحمن الرحيم، تدوز ليا وتدوز الفاميلي تا والدرب وكلشي. تبارك الله. ياك ولا لا؟ ودابا راه 12 انا خصني نمشي نجيبها من المدرسه، كاينه ولا لا؟ كاين. وغادي نمشي ندوز الباترون ديالي سيدي مراد، نشوفوا له خاصه شي حاجه نقضيها معاه. اما تحنيني اجمع لنا ودوز بخير. لا اله الا الله. بنتي نادى. شي حاجه ويك باه سي مراد تدي مال مالك منيتي تفعل ما تسلسلتي عليا تقولي فيها تفك جدار ميه والو دايز مقدي قلت اش غادي ندير نطرق بنتي نادى ومشي انا وياك للدار فيها شي عيب خلعتيني يا با وانت اللي خلعتيني وا وا اقول لك منيتي عاش منيتي كي غادي نلقى مع القرايه عرفتي يا با في العلوم الطبيعيه جبت 18 على 20 حتى انا بنيتي الصباح حتى انا جبت 18 عرفت طونسيون عبروا القلق وعديت 18 السبيطار كله فرح ليا عرفتي يا با الاستاذه فرحات ليا وقالت لي الا بقيتي غدا هكا غتولي شي حاجه كبيره في المستقبل با وانا بغيت نولي طبيبه راه انت تبارك الله راه من صغرك وانت خفيفه خفيفه كلك عقلك خفيف اللي ما نعاودش لك تبارك الله هي بنيتي راه المراه ولا البنت تقرا تتعيا وتوصل المناصب فين ما وصلت لا بدا لا بدا بنيتي من واحد النهار تدير دارها ولادها وزمانها تزنقتي وبنيتي راه شوفي راه لحيه في دين وهادشي حل الله سبحانه وتعالى وانت تبارك الله عاطيه العين انت خارجه بالزين فيك خارجه على البوك ولكن انا با بغيت نكمل قرايتي وبغيت داك الحلم اللي ما قدرش خويا مروان على قيد الحياه يحقو لك بغيت انا نحقو لك ونصيفطك للحج انت وامي ايه فكرتيني الله يرحمه مسكين كان مرضي الله يرحمه هيا بنيتي لا انا ولا امك انا راه ما طامعين شي فيك
ما طامعينك فيك، حنا بغينا نموتوا الحياة في الدنيا هذه، ولا متنا انا وماماك، وبغينا ما نموتوا ان شاء الله الرحمن الرحيم، نطمعنوا عليك تولي بدارك وبخيرك وبخميرك، نموتوا نموتوا مرتاحين. الله يطول لينا في عمرك ابا انت وامي. ايوا زيدي زيدي الله يرضي عليك زيدي زيدي. يا ودي يا زدي مراد يا ودي، ها سمعتيني انت وليتي تترين، انت دابا تبارك الله صغاريتي وضعافيتي انت غادي وكتغبر مزيان ماشي بحال ها راه قالك اللي بغيتي تولي زين اصبر التمارين. راه تنتا خصك الرياضه باش تنقي الصدر ديالك من الدخان. والخير اللي درت فيك انا النهار الاول ملي يلاه بديتي لهم ترين انت راه كتريني هنا وانا راه كاري لومبيلونس حاطها لي لعل وعسى خلعتينا. صافي سخفت انا عييت اليوم بلونطير. بارك جهد جهد راه الوقت هو هذا ديال البركة. فين هي الطوموبيل؟ فين شكون اللي شافها؟ الطوموبيل بقات الفوق. والفوق غنمشيو لها دابا نعاود نكملوا لونطير كمل يلا 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 زدي مراد يلا يلا زري ها ندوه. فريد سوق هذا ولا مراد صراحه كوا فور واعر تسجلي كان فوق راسي داب دابا نقصنا واحد 10 سنين قاد الفورما غنقادوها بلونطرينا وغنقصو 10 سنين اخرين. انا سي مراد كي جاك النيولوك بالصحه والراحه. ايه من داك تشوفي السي مراد كي ولا عتا صغار وش صبغ لك الشيب ودار واحد الكويبه ما نعاودش لك وصبغ لك الدومه والله شتيه يا لا عرفتي وشوفي سبحان الله مو بدي الاحوال حيتي مراد زدتي مراد والله ما عرفتو ملي شفتو. هذيك راه بنتنا هذيك راه بنتنا اللي حسات ليه المخ وهو تا هو دارها في راسه. شوف العربي قولي ما نبقاش انا الكبيره الا ما خليته جا هنا للدار ودق وجاي مزاوق ورامي في العار انا مزاوق باغي بنتك المعصونة. رانا كلامك رانا معاك فيه ولكن رانا خايف من العقرب ديال اختو. ناري ناري على العقرب والمصيبه انها هو كيسمع لها الشوار وما يدير الا بشوارها. اما هي ما محيداش عينها على بنتي طول ما تشوف بنتي ويا عينها فيها ما عرفتش تسليم وصافي. بنتي هربت ليها يا خويا لسيدي ربي ودركات على بنتي قرينتها تمشي تقلب على قرانتها تمشي تقلب البيره على راجل تقانا مقابله ليا بنتي هي في عالله وفي حمار الصله وبالعلا مقابله ليا الدريه هك هك. ايوا علاش انت مالك دابا اش بغيتينا نمشيو نقولوا لي اجي خذ بنتنا صحه ها اجي متعها ومتعنا وفاجينا وفاجيا ما يمكنش رحنا تبارك الله واخا هكاك ما عندناش وما خصناش رحنا بنفسنا ما رضاوش. عارفه العربي ولكن ولا عليك على ما هزيتش الكاز وحطيت وحده العافيه ها غنجبد لك واحد جبيته ونقول انا مريضه. اش كتعجبني انت ملي كيطيحوا لك هاد الافلام ملي كيطيحوا لك يا نوضي باغا تشعلي العافيه في مراد. وراكي شويطينا وراكي شويطينا ولكن نقول لك هاد الملف اللي باغا ديري باش نجح عليك ديري حاجه واحده. شنو هي؟ قرصي لي البنيه. بنتك مقرصه بنتك محصنه وبنتك متبته ما والدها ولاده هز راسك للسما وقول عندي ندى بنتي. ها هو من وينك وجدت لي واحد 20 شنو 20 20 الف ليش قلت يا عمرتي يا قدرينا غتمر يا قادي عن متلو عليهم راكي مريضه يا ولا لا الله يقعد وسادك والله يشافيك انا داعي معك وال20 لاش يبا على اللي مريض ما يشري دواء وراه خاصني نعود للمدينه وخاصني نكسب نيتك باش تبان بنت العربي تبان عليها القيمه ماشي تبقى تبان من دلوله ما وفهمني ويلي ويلي يا داك الراس عندك شبعان صرف تقولي راس ولا مجر باش كتعجبيني باش كتسالي معايا باش ما يقولوش عليك راه سالي ومفضك. عندك الحق عندك الحق حسنا كي قلت لك حنا راه ما رضاوش باش ما يقولش رانا نسابي اللي مناس معاهم راه ضاروا مع الزلط والفقر والمرض ما ديالناش. ويه قال لك اللي تزي ما ترزي هكاك طرف من نفخه يعيش شتي باش عايشين حنا علاش انا تزوجتك النهار الاول عام الامثله العربي باش عايشين حنا وشنو قولي لك اي انا غادي ندوز فين غادي؟ يقول لي غادي نمشيو
اللي هاد مراد يدير فيا حالو. انا ما عرفت راسي واش انا شايفور ولا قاعد كور. بغي يمشي للحمام يقول قديني، بغي يمشي للقيصريه يقول قديني، بغي فين ما يدور يقول قديني، بغي اسبوع بغي قتلني 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 هذا الراجل قتلني. بس فوجن سوبيا آه. كل شيء يدوز يلا بس الله يغلبك عليه. يلا 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 صباح الخير. يلا شكون غينا قودنا دابا؟ عرفتش بقى عليك. يلا زيد يلا ودير ستة الرياضه ملي يدير هو الرياضه راه كنحس بك وليتي شويه تشكرتي. ودي العرفي الله العظيم. ندى صباح الخير. صباح الخير. نير كبيرة صبحات اليوم مريضة شوية ووصاتني باش أنا نوجد لكم الفطور ونقابل الدار على ما تولي شوية. فين يا حبيبة تاي ما بنتش لي؟ خرجت الصباح بكري. والولاد؟ قدت لهم أمورهم كتسناو غير في بيسالي باش يديهم. برافو عليك تبارك الله عليك. احنا في الدار كلها ولينا كنبغيوك كنديروا معاك دابا. صباح الخير سيدي مراد بالصحه والراحه وفطور شهي. صباح النور. راني وجدت الوليدات راهم في الطوموبيله كيتسناو غديهم للمدرسه. سردتيهم؟ ايوا بغيت بنتي ندى ما نوصيكش راه بحال كاينه ماما كنا. هي عارفه انت ماماك مريضه و خليها هذاك ياكل لا ومره مره هبط عند ماماك شوفي الخاصه شي حاجه ولا لا. صافي راك تربي تيدي السر العربي ما كاينلاش تجري سير غير بشويه. وراك عارفني يا سيدي مراد تحطني على الجرح يبرى. كابر في الحديد ومربيني الحديد. شقا ونقا. انا دا برك تفطري معايا. فطرت عمي. يلا نمشيو نشوفو الكبيره. واخا ديدي قدام. مي نعم سي مراد سولني عليك وقلت لي راك عيانه وجا باش يطلع عليك. قول لي دخل مرحبا بي مالو براني. مرحبا بك. السلام عليكم. نعم السي مراد عليكم السلام. ايوا الكبيره ياك ما كاين باس. الله السي مراد الحمى قتلاتني والوجع في المصار نهلكوني. بالحق ما دير في راسك والو ان شاء الله نولي شويه ورجع لخدمتي. لا 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 ما تقولش هاد الهضره. الخدمه ما تهزش العالم. تبارك الله نادى راه قايمه بالواجب على طمأنينه عليك. انت واش شافك شي طبيب شربتي شي دواء؟ ما كاينلاش السي مراد هاني كنشرب شويه العشب وشويه ديال الدواء يكون خير ان شاء الله يكون خير. دابا نولي لاباس. ولا انت لا العربي حتى واحد فيكم ما قال لي راه مريضه حتى لهاد الدرجه. والحمد لله الحمد لله على كل حال. الحمد لله الحمد لله. انت هاد البركه خليك السي مراد خليك. لا لا قول العربي باش يديك للطبيب والدوز. الله يخلف عليك الله يخلف عليك السي مراد ويكثرهم بين يديك. انت ما عمرني دورت معاك هاكي باش تشري شي حاجه. الله يخلف لك عمي. شوف هاد عمي ما نبغيش نسمع منك. اذا احتاجتي اي حاجه قولي عليا صافي. اذا احتاجتوا اي حاجه قولوا لي. الله يكثر خيرك السي مراد. خليت لك الراحه. الله لك الخير. عمي بسلامة السي مراد. بسلامة السي مراد الله يخلف عليك ويكثر خيرك. الله 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 مي اش بغيتي؟ عطاهم لي انا وانا هي انت وانت هي انا وعدك عمي ليش يا ودي على القراية يا ودي عمي هادشي اللي علمك في القراية مصيبك هادي. اش بغيتي نقول لي؟ سكتي سكتي تقولي لي والو. عطيني وحده بعدا. صافي عندك هما عندي عندي هما عندك هما عندي تتبغيهم. راه حنا ان شاء الله غادي نعودوا للمدينه. راني قلتها لباك وغادي نبرع بنتي بواحد الكسوه تكون فاعله تركها وتولي ديري عندك عندك واحد الفرق وصاب لك دوك السوالف وتولي وحده اخرى. اللي شافك ما يعرفكش. انا راه غنوض نمشي للمدرسه. ايوا سيري. ملي مرضتي ما مشيت. جيش من المدرسة؟ ها؟ شنو المدرسة؟ رزقك جاك تلبينيكيك، فين تلقاي بحال هذا الراجل فين؟ ها؟ سيري سيري للدار سيري للفيلا، وكوني لالا مولاتي، وبيني لي على الحداقة وعلى الظرافة. ها؟ وما تنسيش طيبي.
عندك نسي ميمتك تا الله يفيا راني زعما مريضه شي طريقه في تعلمليش نوضي خلينا انا ميمتك مريضه الله زوين مرض بحال الفلوس والله الا زوين نقادك صراحة سي مراد كاين واحد المشكل بالنسبة للستوك اللي عندنا. مشكل ياك ما كاين باس. حنا ضربنا الحسبة سي مراد ديال الإضرابات اللي ديال البور اللي كاينين في أوروبا. قلنا نوضو نجنو التفاح قبل من الوقت، نستوكيهم في الفريكوات باش حتى لا طوالو الإضرابات نجيو مع السوق قد قد. ولكن من تحلت الأزمة الإضرابات ولات السلعة موجودة في السوق بآخر تكلفة. وفين هو المشكل؟ المشكل هو حنا عندنا مصاريف ديال الضو في الفريكوات عندنا بزاف. واش بغيتوني انا دابا؟ سي مراد انت اللي خصك تاخذ القرار. لا سيدي انت اللي خصك تاخذ القرار، انا ماشي كنخلصكم غير هكاك. شوف انا دابا مشغول حتى من بعد ونكملوا الهضره في هادشي. واخا سي مراد كلامك هو الكبير. شنو طاري فيك يا مراد؟ ويلي الدريه ديال 15 عام دير فيك هاد الحاله ومالها حرام حقا انا كبر منها ولكن انا بصحتي وقادر نسعدها ونخرجها هي وعائلتها من الفقر ونضمن ليها مستقبلها كانت غير صغيره وتفتحت بحال شي ورده سبحان الله طول عمرها قدام عينيا ولا بحال يالله كنشوفها جميله ما غادي نخسر والو ولا طلبتها الزواج بونجور تري شير فرير حبيبه كديرة لاباس الحمد لله مفاجاه زوينه لا كنت في المول وقلت ندوز من علمك تعلميني ياك ما كاين باس ما كاين شي حاجه جديده لا لا ما كاين حتى كاين حتى باس جيت عن علمك نقول لك راه صاحبتي ناديه وراجلها واختها جايين عندنا هاد الليله يتعشاو على قبل الارض اللي باغيين يشريو من عندنا صافي قرروا يشريو قرروا يشريو غير هو انت دير في بالك بالنسبه للثمن راه ضروري غينقصوا لان راه مولاد السوق لا لا ماشي مشكل مراد خويا مالك ما عجبتينيش حبيبه انت اختيره ما كاين ما نخبي عليك ياك لاباس عييت من واحد هنا بزاف عليا والله خلعتيني صاحبي ما عرفتش واقعني كن وحدانيا شنو وحدانيا عندك ياك معاك ندى وباها وامها وليداتك كلهم منسينك لا صراحة هما منسيني وبزاف ها بالمناسبة الكبيرة راه مريضة تسعة عندها الصباح عطاتها باش تشري الدواء يعني بلا ما تعولي عليها في ديك العراضة ديالك لا لا كون هاني من هاد الناحية انا اتفقت مع التريطور غيجيب كلشي غيتكلف بكلشي احسن وعمي علمتيه المهم هو انت نعلمك انت الاول ما تجينيش معطل كتفهم لا كون يعني عمي عيط لي سيدي قال لي الطوموبيل خاسره قلت له غنصيفط لك العربي باش يجيبك صافي الله يكمل كل شيء على خير يا ربي امين يلا ونخليك لان انت تابعني بزاف الحوايج يلا يلا اطلع سي اسماعيل نوصلك في الطريق الله الله يرحم لك الوالدين والدينا والدي فيا خير هاد الشكاره قهرتني ثقيله بزاف ولكن راه قريب نخرج تقاعد ان شاء الله غتخرج تقاعد ايه ونمشي للبلاد ارتاح معاك مزيان سيدي ارتاحي شوف سبحان الله كنت ناوي ندوز عندك انا تلاقيت معاك اشنو كاين شي ما نقضيو غير على واحد البنيه راه كتقرا عندكم صبحت ما مريضه وبقات معاها قلت ندوز عندك باش ما تقيدوش لها شي غياب بدون مبرر غيابة ودي لا إله إلا الله ولاد اليوم ما بقوش باغيين يقراو شنو سميتها؟ سميتها ندى موسى إيه هو بنت الشيفور ديالك العربي هاديك والله عمرها دار بنية وأخلاق والأساتذة كلهم كيذكروها بالخير الله عمرها دار ياك سلوك وأخلاق والله إلا راك فرحتيني قول لي كيفاش داير المعاملة ديالها والسلوك راك تعرف الدراري ديال المراهقة هاد الأيام ودي ولاد اليوم لا اله الا الله وصافي توحل مع ولاد اليوم وما توحل معها هي كي دايره وهي الله عمرها دار
اللهم راه دار غزاله ظريفه وزينه، اكون جوجوها بيني وبينك. واش غنقول لك، عرفتي والديا ما مخلين ما دايرين عليها غير باش تقرا ليهم وتنجح، ولكن تستاهل. يا الله وليا العربي، ومن غير عمهم شكون اللي كاين؟ واحد عليا انا، راه صيفطتني لاله حبيبه قالت لي باش نمشي نجيب عمها عبد الملك، قالت لي جيبو راه حطيتو عندهم هاني جيت لعندك. صافي صافي، قام لي تجمعوا باين باغي يبيعوا شي طرف ديال الارض. وراه تقدر، راه قال لك راه رزقهم هذاك، راه الله يرحم القبر وما خلى، وزيدونا لاله يورثوا ويفرقوا يبيعوا ويشريوا، حنا مالنا اش دخلنا لهاد السوق اللي بعيد منا. ومالي انا اش قلت؟ بغاني يقسموا معايا ودبروا راسهم. انا هزلها مع البنتي على الله مسكينه اش دار بها الله معاهم. عاكوني هانيه بنتك راه كلفتها حبيبه باش تنعز الدراري، وما راه ما نعاودش لك على واحد العراضه، ما نعاودش لك لها تي راه عراضه متوله ما كاينش. اه لي 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 تشهيتها كاينت عندك غير ياكلوا وينساونا. شكون؟ ويلي 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 دارت عليا المرضى، ما كراني واقف على شغلي، كراني انا مولات الري ومولات الشوار، كراني الحاجه المخيره نتكمد عليها ونجيبها لك. ويلي الكبيره الكبيره، انت في عار الله انت تخورجتي ولا مالك؟ انت ما كان مرتي انت اللي راك بلا صدقتي انا لا كاع لك انت مريضه. نودي لا رقدي نودي ترقدي وهنينا من هادشي اللي عندك. عندي فين غادي نرقد تفرق معايا انا؟ لا ما بانت ليش بنتي، ما عندي فين غادي نرقد. يا العربي يا العربي بنتي بدات كتكبر. صحيح الله كون حضرتي يا العربي اليوم الصباح دخنا. عرفتي لبست هذاك القفطه اللي كنتي جبتي لي اللي تكريسيت فيه؟ عندك جوج كريسات اللي تكريسيت في حياتي، نهار خديتك والقفطان وياه ومعك شتي غلاضيت عليه ما بقاش كيقدني. خيري في الممشى وياه ولبست هذاك القفطان دخنا لك والله. واش غادي نقول لك؟ تبارك الله والصلاه على النبي، شتا بعينينا الرحمه شهوة منها تهزها وطير بها. وفعلها والله تشوفها. يا إيه؟ تتقول هذه هي مولات الفيلا. وراه كل شيء عند ربي قريب. شوفي قصتها اش غتجيب لي. ومالها؟ راه حنا بين عشية وضحى يقدر يسهل علينا سيدي ربي ونولوا حنا شانو همة. يا ربي يا ربي يا ربي. قال لي بطيطة أنا اللي درتها. الله يعطيك الصحة عمي. مرحبا بلا نزيل. ربي يخليك. شكرا شكرا ميرسي. والله لا نهار كبير هذا. بارك الله فيك. ايوا ضحكم على راساتكم. انا ماشي من حقي نضحك يا عمي ياك. خذ حلوه. علاه انت عطيتينا وقت من وقيتك؟ عطينا غير قسم داخله خارجه داخله خارجه. وعيلي شتي هاد ولاد خويا بغاوني نبقى وحداني. داوهش فيا. ولو هسي مراد حرم عليكم، مالكم مع عمي عبد الملك؟ ما بقاوش يجوجوني، بقاوني نبقى وحداني. عمي وهذوك الجوجات اللي عندك في الدار لاش دايرهم تما؟ الله يهديك راهم كبروا ولاو امهات امهات ولادهم. خشوني في الثلاجه ولا حليت فمي غادي يدخلوني الفران. سي مراد بغينا نشوفوا غير الدراري كي دايرين. لا الدراري مع لعبو الجردة راهم دخلوا للناسو. سي احمد انت راك مكلف التوثيق دابا ديال البيع، وراه جميع المعلومات المتعلقه بالصفقه عندك. وي سي مراد انا اللي مكلف بهذيك القضيه، داكشي اللي اتفقتوا عليه راني سجلته، ومن هنا لواحد ثلاث ايام غادي نجيب لكم النسخ باش تشوفوهم وديروا الملاحظات ديالكم قبل ما توقعوا عليهم. ايوا يكون خير يكون خير ان شاء الله. لاله حبيبه الصواغي كانت غزاله تبارك الله. شكرا. الله يحفظك حبيبتي. ايوا اسمحوا لينا شقيناكم معنا شويه. لا ولا شقاكم راحه ومرحبا بكم. ونقول لكم العراضه الجايه راه غادا تكون من بعد توقيع ديال العقد. ربي يخليك ان شاء الله. لا لا العراضه غاد تكون عندي انا في الدار وبالموافقه ديال السي مراد. بارك الله فيك يا لاله. ايوا حبيبه ديالي سالوغ غادي نمشيو دابا هاد الساعه. الله يجعل شي بركه والله يخلف عليكم. سي مراد السلام عليكم. ايوا حتى انا هذا جهد اللي ما يبات. الله فين غادي يا عمي بالك راه باغي نهضر معاك برك.
الله يسمعنا خير. ايوا قول. دابا انت عمي انت خبره في هادشي ديال الزواجات. والصراحه عمي راني بغيت نتشاور معاك. كما كتعرف المراه عندي ماتت عامين هادي. وبقاو عندي الولاد صغار. وجاب الله حبيبه مسكينه كتعاونني عليهم. ايوا هي قول بغيت تعمر الدار. واش غنقول لك عمي الصراحه راه الوحدانيه علكاتني. حتى انا. كيفاش انت وانت عندك جوج عيالات انا؟ كنا في الهوا سوا. قول لي بالعربيه تعرفت بغيتي تتزوج؟ هذاك الشيء اللي كاين راه بغيت نتزوج غير هو كاين واحد المشكل. ما هو المشكل؟ وانت ما عندك حتى شي مشكل، انت بخيرك وخويرك وباقي صغير تبارك الله. هذا الشيء كاين غير هو كاين واحد الفرق ديال السن بيني وبينها. واش كبيرة كبيرة في السن؟ لا لا بالعكس هي صغر مني عندها 15 عام. هي قول قصير. واش راه ما حرمش. ولكن قلتيها لوالديها بعدا. باقي ما قلتهاش ليهم قلت نتشاور معاك زعما انت هو الخبرة ديالنا. إيوا وهاد البنت كنعرفها أنا؟ كتعرفها. هي بنت العربي الشيفور ديالي. بحالي ميتسك. كنعرفها مزيان. بنت زوين عرفتي تختار. عرفتي تختار العفريت. ولكن خصك دير في بالك. واخا يوافقوا لك والديها لا بد من القاضي. القاضي؟ لا بد يوافق لك. هذه ما كانتش براسي. بسم الله الرحمن الرحيم باسم جلالة الملك نعلن عن افتتاح الجلسة ملف عدد 12/2005 المدعي العربي موسى النائب عن بنته القاصر ندى موسى الأم القاصرة الكبيرة عيسى الخطيب السيد مراد علاء والقاصر ندى موسى ندى موسى شنو كتلتمسي بنتي من المحكمه ما عرفتش داكشي اللي دار هو والديا انا قابله واش انتي مازال كتقراي كنقرا في الثامنه كنقرا مزيان كنجي انا الاولى واش دابا انتي الحلم ديالك تكملي القرايه ديالك ولا تزوجي اللي بغا هو والديا انا قابله شحال في عمرك بنتي كملت 15 عام واش كتعرفي بنتي شنو هو الزواج وشنو هي المسؤوليه اللي كتبع الزواج ما عرفتش ولكن نتعلم السيد العربي انت وليد القصيره شنو كتقول حول موضوع الدعوه ومن بعد البحث الاجتماعي واش انت فعلا بغيتي بنتك تزوجها؟ واش نقول لك اودي سعادة الرئيس؟ سيدي مراد ما فضلته قدامك، راجل ديال الكرم، راجل ديال الجودة، راجل كريم، مخلينا مخصوصين حتى حاجة، متعنا، أنا سنين وأنا عدو، أنا راه تزوجت المدام تزوجنا عدو، وثامن الدراري راه ولدنا عنده. واش أنت كتشتغل عنده؟ أنا سعادة الرئيس، أنا يدو اليمنى، أنا الشيفور ديالو. ندي فيما بغا هو سيدي مراد يستاهل كلشي عنده في الدار شي حاجه على برا نقضيها وكلشي انا مقابل برا والمدام عندي شريفيه مقابله الدار لداخل شقا وصابون وماكله وكلشي تجي حتى تشوف بعينك ولكن دابا انت خدام عنده واش دخل هادشي في الزواج؟ ايوا راه جا قدر الله جا مكتوب الله ولاله سعيده الزوجه ديالو الله يرحمها توفات وخلات لي ربعه ديال الدراري ربعه الدراري صعاب وحنا مع حنا باركين تما ولي الدراري حسبناهم بحال وليداتنا كبرناهم حنا ايوا وتوفات المرحومه الله يرحمها ويوسع عليها ماتت بداك المرض الخايب اللي يشوفك يا استاذ محترم ايوا جا سيدي مراد قال لي اقتار عليا قال لي ودي بغيت ناخذ بنتك نافق قلت له الله يا ودي وهذاك هو النهار الكبير واش نعطيو خيرنا لغيرنا هاك الدجاجه جاب الله بكامون سيدي مراد راه ما فضلته قدامك بشركاته بملاكاته
كلشي نخليو هادشي يضيع منا ويمشي لينا بيدينا. وانت الكبيره موسى، انت الام ديال هاد البنت باقا صغيره في عمرها 15 عام، شنو الراي ديالك؟ وسعادة الرئيس حنا راه كنا حنا جداتنا ومواتنا راه كانوا كيتزوجوا على صغار 12 عام 14 عام، وزيدونا انا وباها حنا موافقين على السي مراد، حيت هو لاباس عليه وعنده الملاكات وعنده الخيورات وغادي يعيشها بخير وعلى خير، وتحنا غادي نكونوا مهنيين عليها. مراد علاء، اشنو كتقول حول موضوع القضيه ومن بعد البحث ديال المساعده الاجتماعيه؟ انا نعم سيدي راجل ميسور، عندي الاملاك وعندي العقارات الحمد لله، والسي العربي ولاله الكبيره وندى انا ما كنعتبرهمش خدامين عندي، بالعكس انا كنعتبرهم جزء من العائله ديالي. واش دابا انت طلبتيه باش تزوج بنته باش يقابلوا لك الاولاد ديالك؟ لا لا لا، انا بغيت نتزوج بها باش تكبر معنا في الدار، وانا السي العربي ولاله الكبيره راه كنعرفهم اكثر من 20 عام قبل ما نتزوج بالمرحومه سعيده، وكيعرفوا والديا، يعني انا قلت نجمع العائله فقط، هذا الشيء اللي بغيت نعمل. بركه راكي زوينه غزاله شهوه منك، بركه مشوفه من في المرايا، غتمشي عند السي مراد وغتحضري لها شهوه وليداتك، وما تنسيش داك الشيء اللي وصيتك عليه. ويلا ما يمشي هكا. مالو؟ لا ما يمكنش. مالك امي؟ مي سقين ما نسمعش حسك، يلا غيبي غمض عينك. اعتقوني يا عباد الله، عافيكم يا عباد الله بنتي غتموت، اعتقوني يا عباد الله، واعتقوني يا عباد الله بنتي كتموت، ومراد والعربي العربي والعربي العربي ومراد مراد واسي مراد اسي مراد. زيد السي مراد شكاين الكبيرة زيد السي مراد كتغوت اش واقع؟ زيد السي مراد انا اللي نغوت ياك ما كاين باس. الله يشوف انت شوف هذا شكون مالها؟ ما عرفتش السي مراد كانت ما بيها ما عليها كير فريحات شويه تغيبت لي البنت. عندك تكون درتوا لها شي حاجه؟ والله ما دويت معها ولا دويت معها ولا شفتها. ما يمكنش ما يمكنش عاوتاني طاح بوحدها. والله حتى طاحت بوحدها ما يمكنش. انا غنمشي لك شويه ما عطينا هي الريحه بلا تنشوف لك الريحه. ندى بلا تنشوف لك الريحه. ندى هاك 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 السي مراد رش لها شويه الريحه. يا ربي يا احلى مربي احلى مربي. رجع مني خلع. شو حالك؟ شو حالك؟ ها؟ ما داروك شي حاجة؟ السي مراد الحمد لله اللي فقت، أنا غنمشي نجيب شوية ديال الجبو والحرمل وواحد شوية ديال الفيجل نبخرها، رد معاها البنهنجية غتسكت لي الكلب. أنت أش هاد الحالة دايرة في راسك؟ شاد الزواق واش هاد العكورات؟ الا كون بغيت الزواق راه موجود برا. دابا انا بغيتك على طبيعتك، هادشي راه ماشي ديالك، ما تبقايش تعاود ديريه صافي. هاك هاك تبسمي لي. ها سي مراد سي العربي نادى شنو كدير في المحل ديالي؟ والو غير سقفت و خاصك تفهمني مراد اش كدير هنايا؟ راه ماشي معقول هادشي، ماشي معقول. زيد شرح لي هادشي راه بزاف. لا لا ماشي معقول سي العربي. لا ماشي معقول اسيدي، ماشي معقول. اجي فهمني سي العربي. اجي فهمني. لا تا الهادي لا سي العربي. لا سمح لي يا سيدي مراد سي العربي. لا سمح لي كنحترمك وكنقدرك هي، ولكن باش تقول لي انت اللي جاك في داري بوحدك انت والدرية ماشي معقول سي العربي. ما تفهمنيش غلط، راه ما وقع والو، وزيدون انا بنتك باغي نتزوج بها على سنة الله ورسوله. هي هادشي اللي غيسطيني انا، كيفاش بغيتيني نتقبلها؟ ونتصور كلشي ما نتصورش الا انك انت باغي تتزوج بنتي انا. وعلاش؟ كنا ولاد 9 شهور. ايوا واخا اختك ها؟ وفاميلتك وتريكتك ومعارفك، اش غتقول لهم؟ غتقول لهم باللي راه انا بغيت نتزوج بنت الشيفور والخدامه اللي عندك انت. لا الشيفور والخدامه ما كيربحوش رزقهم بالحلال، ما تبقاش تقول هاد الهضره الله يهديك. وانت راه كتعرفني انا بنتك. غنحطها في عينيا وغنتهلا فيها وما غيخصها حتى شي خير. سيدي مراد راه الزواج هذا، الزواج هذا هادشي هذا عشره، وتقد الا هلي كتبع وقع شي حاجه وزد الزواج لك تم زوجين وتفارقتوا اش دريه؟ ضيع لا قرايه لا مستقبل لا والو. من هاد الناحيه ما ترفدش الهم،
انا بنتك المستقبل ديالها غنضمنوا ليها. راه ضامن الله سيدي مراد، راه ضامن والله سبحانه الا هو. واش عرفتي بنتك اش غندير معاها؟ واش عارف؟ غنكتب ليها الدار ونكتب لها كتار ونشري لها احسن طوموبيل ونسرس لها كل هذوبات من راسها حتى لرجليها. واش قلتي؟ عرفتي فين خليتي ليا ما نقول اي اب يتمنى لبنته هادشي اللي كتقول انت؟ ولكن راه الدريه راه باقا ما كملتش 15 عام وتعرفنا دابا صعبات شويه. عرفتي اش غدير انا مزال؟ خليني هناك على الاقل نمشي نشوف الدريه. شوف الدريه شنو كيدور في راسها، شوف غيرت ولا ما بغاتش ولا اش باغا دير. وزيد وانت خصني نمشي نتشاور مع امها، انت راك عارف الكبيره صعيبه شويه الا ما تشاورتش معها. وخليني نشاور وباش ما كان عاود هز زيادك نرد عليك الجواب. اخ اسيدي ما قلتي عيب، تشاور مع راسك وانا كنتسناك. واش على الله خير يا ربي يا ربي. واش على الله خير، واش على الله خير. كلمة لدفاع المدعي السيد العربي موسى النائب الابن ديال ندى موسى. سيدي الرئيس، السيد ممثل الحق العام، للعارض الشرف أن يرفع إلى كريم علمكم ما يلي: أنه يرغب في تزويج ابنته المسمات ندى موسى ووالدتها السيدة الكبيرة عيسى والساكنة بمسكن والديها الكائن 12 شارع النور، وذلك من أجل الزواج بالسيد مراد علاء القادر على تحمل المسؤولية مادياً ومعنوياً، علماً أن القاصرة ترغب في هذا الزواج وتصر عليه، ووالديها أيضاً يرغبان في ذلك لصونها ولتحصينها. سيدي الرئيس، السيد ممثل الحق العام، حيث إن القاصرة ندى موسى حالتها الصحية والجسمانية تخول لها الزواج والإنجاب. سيدي الرئيس، السادة القضاة، بناءً على البحث الاجتماعي المجرى في هذه القضية بتاريخ 18 مارس عن هذه السنة، والذي جاء فيه أن القاصرة ليس لديها إلمام تام بالمفهوم الصحيح لعقد الزواج وبأهدافه ومقاصده الشرعية، وبالتالي ليس لها القدرة على تكوين أسرة متماسكة تقوم بأدوارها المجتمعية أحسن قيام. سيدي الرئيس، السيد ممثل الحق العام، حيث إن تقرير البحث الاجتماعي جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، حيث إن مجلسكم الموقر لا يمكن له الاعتماد على تقرير البحث الاجتماعي والذي صرحت به القاصر أن لها معرفة تامة بكامل العلاقة الزوجية والحقوق الواجبة عليها كزوجة تجاه زوجها وبيت الزوجية. السيد الرئيس، السيد ممثل الحق العام، حتى يكون ما جاء في التقرير الصادر عن المساعدة الاجتماعية غير ذي موضوع يتعين استبعاده. وعلق الراية، الحلم ديالك شكون طبيبة وداوي الناس فابور وداوي داك الحج، هادشي كله فين طار؟ اختي الهام، انا راه ما تخليتش للاحلام ديالي، مازال مصمم عليهم، ولكن راه تزوج مسؤوليه، ولا بغيتي تربي الدراري في هاد الوقت خصك تكون عندك الاجازه. انا راه صاحبتي بنتي مصممه، وخدي وقتك وفكري، راه الزواج حلم كاع البنات، ولكن باش تكوني طبيبه راه حلم ديالك انت كاي انسان. كضحكينا الهام، واخا ما فيا اللي يضحك، واش انا غدا نموت؟ راه غدا نتزوج، واخا هو كبر مني شويه ولكن راه فلوسه ماشي بحال التاري ديال دابا، تابعين غير الاحلام وجيبهم خاوي. انا كنت بلاصتك اختي ما نديهاش، كمل قرايتي واحلامي وداتي عاد نفكر في الزواج. الحمق، فاش غادي نفكر؟ وزيدون ما غاديش نعرف احسن من والديا.
مهم نجي على ولد كتبوت نعطيهم لك نقي الدروس اللي بغيتش الا ما بدلتش رايي. شكرا بزاف ولكن عافاك انا غادي نوصيك هذا الشيء اللي درنا فيه هنا يبقى بينات. كوني هاني ما فهمتك الله معك. على خدك. ندى. نعم. صاحبتك إلهام مشات. مشات مالها عجات وصافي. مي بيني وبينك صاحبتي إلهام قالت لي ما تخليش على الأحلام ديالك على ود الزواج. ياك أختي وهي سوقها شغلها تشاورنا معاها خدينا ريها دخل سوق راسها هذاك راه السم والحسد اللي عطاتي ضربي. تبعيني تبعيني ندير لك واحد في ديال الشبه والحرام النوضي. أمي الله يهديك. ما كاين الله الله يهديني والله ما الله يهديني الله يهدينا كاملين والله يهديها هي دخل سوق راسها. شتي هذيك صاحبتك ونقطع عن يديا من هنا إلى كل قحت أربع أربع من السي مراد كتشدو بعشرة اليدين. هذيك راه ماشي عاد تقطعها القرايه وتقطع القرايه وتقطع الماكله وتقطع الشراب توريها لي داك السم اللي كيلعب ليها على قلبها. ياك تجي ما تنقول ليك صرارك ما تعاوديهم لحد. يلا نوضي وما تقولي شي حاجه بقى قدامي نوضي يلا نطبق عليك شويه الملحه والشبه والحرمل تبعها البلا. سيدي الرئيس السيد ممثل الحق العام حيث ان العارضه سبق ان ادلى لقاضي الاسره اي مجلسكم الموقر بشهاده طبيه صادره عن طبيبه مختصه تثبت قدره القاصر على الزواج وعلى الحياه الزوجيه ولها البنيه النفسيه والجسمانيه التي تؤهلها لدخول مؤسسة الزواج مما يجعل ما جاء في التقرير الاجتماعي غير مستند على أساس قانوني سليم ومنعدم التعليل خصوصاً أن البحث الاجتماعي تضمن نتيجة وخلاصة مفادها أن القاصرة ليست مؤهلة للزواج وزواجها قابل للفشل وأنه من المعروف قضائيا أن الخلاصة والتعليل هو للمحكمة ولمجلسكم الموقر إذ أن المكلفة بالبحث الاجتماعي اختصاصها حصري في إنجازه دون إعطاء الخلاصات والتقييمات التي يعود تقريرها إلى المحكمة. عندرا دكتورة لقيتي البنية قادة على الزواج؟ وهي من الناحية الفيسيولوجية والنفسية راه قادرة تزوج وخا مازال صغيرة 15 عام راه باقا صغيرة ولكن نتوما تعرفوا. والله دكتورة ما عرفتينيش بغيت نقول إلا كانوا جداواتنا ومواتنا بكري إلا كيتزوجوا على 12 عام لي كبرات كبرات تزوج على 14 ما تفوتهاش وكانت الأمور كلها كتدوز بخير وعلى خير. والله وهادشي راه كان بكري الوقت راه تبدلات دابا. على العموم نتوما اضرب مصلحتها الله يجعل كل شيء مبارك ومسعود. الله يبارك فيك الله يبارك فيك. المهم انا غادي نصاوب لك هاد الشهاده الطبيه. الله يخلف عليك دكتور. الله يكمل بالخير ان شاء الله. امين. وانا ما تساليني على نهار العرس ان شاء الله راكي من تيا من المعروضات الاولي ان شاء الله. مرحبا بك. سيدي الرئيس السيد ممثل الحق العام حيث إن والدي القاصر أدليا بطلب موافقة وصرح أمام مجلسكم الموقر بالموافقة على تزويج ابنتهما ندى موسى للخاطب مراد علاء وحيث إن الخاطب السيد مراد علاء هو رجل ثري ذو أخلاق عالية له شركات عقارات ويتوفر على كل متطلبات الحياة الزوجية الكريمة. سيدي الرئيس السيد ممثل الحق العام حيث إن العارض أدلى لتعزيز مقاله بشهادة طبية للقاصر وتصريح بموافقة الأب والأم مصادق عليه نسخة كاملة للولادة الخاصة بالقاصر نسخة موجزة من رسم الولادة شهادة سكنة
صورة طبق الأصل من البطاقة الوطنية للأب والأم والخاطب وصكوك عقارية لعقارات وشركات في ملكية الخاطب. لكل هذه الأسباب نلتمس من المجلس الموقر في الشكل قبول الطلب للتوفر على كافة الشروط المتطلبة قانوناً في الموضوع الإذن بزواج القاصر ندى موسى للخاطب السيد مراد علاء. وللمجلس الموقر واسع النظر. الكلمة للسيد ممثل الحق العام. إن السيد وكيل الملك رئيس هذه النيابة العامة لهدى هذه المحكمة الابتدائية بناء على مقتضيات المادة 20 و21 من مدونة الأسرة. سيد الرئيس، حيث تقدمت القاصر ندى موسى والتي تبلغ من العمر 15 سنة بطلب موقع ومقدم من طرف نائبها الشرعي السيد العربي موسى الذي يلتمس فيه الإذن لها بالزواج من المدعو مراد علاء والذي يبلغ من العمر 45 سنة، أي بفارق 30 سنة ما بين الخطيب وما بين الفتاة القاصر. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. البنية اللي قلت نجيبها لكم ما هيش تمعي. تفضلي بنتي تفضلي. تفضلي. اسمحي لنا سيدي تفضل على برا حتى تسالي وتخرج عندك. راه ما يمكنش حتى الدرجه راه قاصر وانا رانا بوها. غيكون هاني سيدي عليها، غير تفضل حتى تسالي وتخرج عندك. هي ظروفك؟ كون هاني سيدي عليها. يلا بنتي شوفي انا نتسناك على برا. يلا الله يعاونك. الله يعاون سيدي. هي ان شاء الله باغا تزوجي. الله يكمل لك بخير. يبارك فيك. وباغا تزوجي. كتقري مزيان؟ القرايه راه زوينه. علاش ما بغيتيش تكملي قرايتك؟ واخا تبقاي تقراي 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 اخرتها جواج، اخرتها غتقابلي دارك وراجلك ووليداتك. واش بنتي هذا كلامك وكلام والديك؟ والديا كيعرفوا مصلحتي احسن مني. مصلحتك بنتي يغصبوا لك طفولتك. انت راه باقا عندك يلا 15 عام وراجلي باغا تزوجي به راه عنده 45 عام وعنده الولاد، والفرق بيناتكم 30 سنه بنتي. كتقول لي امي الراجل معيبو غاجيبو والسي مراد لاباس عليه. واش كتعرفي اشنو هو الزواج؟ اللي هرب الزواج هرب للطاعة. هكاك. واش كتعرفي اشنو تابعك في الطاعة الزوجية؟ واش كتعرفي الحقوق ديالك في الزواج؟ ها؟ واش كتعرفي اشنو اللي ليك واشنو اللي عليك؟ على المرأة طاع راجلها، وكيف كيقولوا طاعة الزوج من طاعة الله سبحانه وتعالى، وعلى الراجل يتهلا في مرته ويكسيها ويصبطها ويتهلا فيها يدير في عينيه. كتعرفي كلشي هادشي العفريته. نفرض مثلا هذا راجل تزوج بك، كيفاش غيضمن لك المستقبل ديالك؟ على ما قال لي يبا ان السي مراد قال لي غادي نشري ليها دار وغادي نكتب ليها بقعه ديال الارض في سميتها ويشري ليا طوموبيل. هادشي كله قالوا لك باك؟ بالرجوع لجلسة البحث الاجتماعي المجرى في النازلة، وبعد الاستماع إلى الأقوال المعنية بالبحث، الطفل ندى موسى السن 15 سنة أنه لا توجد مبررات موضوعية وأسباب حقيقية تسمح للقاصر بالزواج، إذ أنها لا تتوفر على النضج الكافي والوعي اللازم لمعرفة حقوقها وواجباتها وما هي مقدمة عليه من مسؤوليات والتبعات تتمثل في تكوين الأسرة ورعاية أبنائها، ما يجعل زواجها قابل في أي لحظة للفشل، كما أن القاصر ليس لديها إلمام تام بالمفهوم الصحيح لعقد الزواج وبأهدافه ومقاصده الشرعية، وبالتالي ليس لها قدرة على تكوين الأسرة متماسكة تقوم بأدوارها المجتمعية أحسن قيام. سيدي الرئيس، حيث أمر مجلسكم الموقر بإجراء بحث اجتماعي في القضية بجلسة 18 مارس من هذه السنة، جاء في تقريره أن القاصرة لا تعرف شيئا حول موضوع الزواج ولا تعلم شيئا عن ما لها من حقوق وما عليها من واجبات،
الشيء الذي يجعلها داخل هذه العلاقة إما ضحية بسبب ما ستتعرض إليه من استغلال، أو معنفة نظراً لعدم معرفتها بواجباتها وحدودها داخل عقد الزواج. سيدي الرئيس، حيث أن هذه النيابة العامة بعد اطلاعها على الوثائق والمستندات الموجودة بالملف، وبعد مناقشة القضية، وبعد التأكد من توفر الشروط المتطلبة قانوناً، تبين لها ما يلي: حيث إنه البادي من المادة 21 من مدونة الأسرة تنص بصفة استثنائية على إمكانية تزويج القاصر التي لم تبلغ بعد سن 18، ولكن بقرار معلل تبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي أو إجراء خبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي. سيدي الرئيس، حيث إن بات من المؤكد أن مؤسسة الزواج تنقل الشخص من حالة إلى أخرى وتفرض عليه بالتالي أن يندرج في إطار أسرة تحتم عليه أن تقوم بداخلها بأدوار جديدة لم يتعود عليها من قبل كدور الزوجة والأم. سيدي مراد انا مسوي فيك لا تنش بالك، راه ما غيش الله الا الخير وكلشي ان شاء الله الرحمن الرحيم قدام غادي يكونوا علينا باركين مسعودين. ما هذا الشيطان بارك الله فيك. ولكن اللي مبرزطني هو التقرير ديال المساعده الاجتماعيه، راه كله ضدي. كلشي غيدوز الله باذن الله، ما دير في راسك والو. واحد خلينا نفرحوا بهذه الساعه، خلينا شويه نشطوا شويه مع البنيه. يلا مرحبا، يلا ها فرقي. سيدي الرئيس، حيث إنه بالرجوع لجلسة البحث الاجتماعي المجرى في النازلة وبعد الاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية أنه لا توجد مبررات موضوعية وأسباب حقيقية تسمح للقاصر بالزواج، إذ أنها لا تتوفر على النضج الكافي والوعي اللازم لمعرفة حقوقها وواجباتها وما هي مقدمة عليه من مسؤوليات وتبعات تتمثل في تكوين أسرة ورعاية أبنائها، يجعل زواجها قابل في أي لحظة للفشل. سيدي الرئيس، تبين أن أهلية الزواج لا تصح أصلاً إلا باكتمال 18 سنة للزوجين، وذلك تكون استجابة للطلب تزويج القاصر، أن تكتمل لديها الأهلية المنصوص عليها قانوناً في المادة 19 من مدونة الأسرة، تشكل بدون شك اغتصاباً لحقوقها الدستورية التي خول لها القانون، فضلاً عن التأثير السلبي على صحة القاصر، إذ أن تزويج القاصر يؤدي لا محالة إلى اضطراب نفسي يشكل خطورة على حياة القاصر. سيدي الرئيس، حيث أن معطيات النازلة تفيد أن مصلحة القاصر تكمن في العيش وسط أهلها، وتقتضي أن تتابع دراستها لضمان كرامتها واستقرارها النفسي والمادي. لأجل ذلك ولكل هذه الأسباب
نلتمس من المجلس الموقر رفض الطلب، ولمجلسكم الموقر واسع النظر. تأمل لجلسة. وهكذا الحكم ديال داك القاضي كان حكيم وعادل، وفتح قدامي أبواب المستقبل، وعرفت بلي أي بنت خاصها تقرأ وتخدم وتعول على راسها، ما تحتاج حتى واحد قبل ما تفكر تزوج وتحمل مسؤولية الولاد والراجل. وداك اللي كنت غادي تزوجي بيه اش دار؟ تزوج واحد المرأة تقريبا في السن ديالو، وخاك كان راجل مزيان، متزوجت أنا وياه، ولكن بقات العلاقة طيبة مع العائلة ديالي، كان كيعز أمي ويعز با، كان حاسبنا بحال عائلته، ودار فيا خير كبير، عاوني حتى كملت قرايتي، دخلت للكلية، وهنا كتشوف فيا طبيبة قدامك. فقلت واجب عليا أنني نحكي قصتي لأي بنت بحالك باش تعرف أشنو تدير، ومتزوج حتى توصل للسن القانوني وتكون قادة على الزواج. دونت التجربة ديالي في قصة سميتها قطاف قبل الأوان، غادي نعطيك منها نسخة. قريها ونتمنى أنها تفيدك في هذا الامتحان اللي انت فيه وتعرفي تجاوبي. توعديني تقريها؟ بعد أن تتبعنا القضية، تمسك والدي القاصر بطلبهما الرامي إلى تزويج القاصر ذات 15 سنة برجل يكبرها ب30 سنة، بعلة أن هذا الأخير يملك عقارات وشركات، في حين التمست النيابة العامة التصريح برفض الطلب. ملف مداولة لهذه الحلقة، ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف ومستنداته والبحث المجرى في القضية أن المصلحة الفضلى للقاصر هو بقاؤها داخل أسرتها لمتابعة دراستها، وضمانا لاستقرارها المادي والمعنوي. لكل هذه الأسباب قضت المحكمة حيث الشكل بقبول الطلب، من حيث الموضوع برفض الطلب. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، ومع قضية أخرى.